اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج درع الاهلي، معاكم احمد قيشو، وهنرد النهارده على حكايات احمد عفيفي وهنثبت ان كلها كذب وما لهاش اي علاقه بالواقع. ويلا بينا نشوف هو قال ايه ونرجع نرد عليه. كان في مباراه بين الاهلي والاسيوطي وقتها وبيراميدز حاليا، وفي تلك المباراه الكابتن شريف رشوان تم الاعتداء عليه بواسطة وليد سليمان لما شدله التيشيرت، لقطة شهيرة كلنا فاكرينها، مش محتاج أفكركم بيها. أخذ وليد سليمان كارت أحمر في نفس المباراة، ولكن بعد هذا التاريخ 27 أكتوبر 2014 ولمدة سنتين فضل شريف رشوان يحكم في الدوري مباريات كتيرة ليس من ضمنها أي مباراة للأهلي أبداً، نتيجة للغضب العارم اللي حصل بعد لقطة وليد سليمان. زي ما قلنا كده، الحكايات كلها كذب ومن خيال صاحبها، لأنه المباراة دي مباراة الأهلي والأسيوطي واللي انتهت بتعادل الفريقين، كان فيها أربع أخطاء تحكيمية، وده السبب الحقيقي اللي ما قالوش عفيفي للغضب العارم من الحكم ده. الغضب نتيجة للأخطاء الكتير جداً اللي اتظلم فيها الأهلي، 3 ضربات جزاء ما حسبهاش الحكم، وكمان مساعده ألغى هدف صحيح للأهلي بداعي التسلل. إذن لما كل الأخطاء دي تحصل في ماتش واحد، طبيعي الأهلي يتضايق من الحكم ده ويطالب بأنه ما يحكملوش تاني. بالتالي الأخطاء دي هي سبب الغضب العارم، مش أبداً لقطة وليد سليمان. في خلال السنتين اللي ما حكمش فيهم ولا مباراة للأهلي، حكم مباراة واحدة للزمالك يوم 3 مارس 2016، والمباراة دي شهدت اللقطة دي. نروح بقى لماتش الزمالك والإنتاج الحربي، واللي انت عرضت منه نص الحقيقة بس، لأنك عرضت ضربة جزاء صحيحة فعلا لم تحتسب لصالح الزمالك في المباراة دي، لكنك ما عرضتش عامداً أو جاهلاً ضربة جزاء صحيحة برضو لم تحتسب على الزمالك في المباراة نفسها. بص، أكلوا مقص قدامه ورا تمام هنا، تمام. هو يمكن في لعب هنا يمكن قافل شوية، ولكن خليني أقول إن معروف هنا في لطشة من تحت كابتن إبراهيم، وهنا الكرة اللاعب المهاجم نجح في إن هو يلعب الكرة، وبالتالي هنا في دخول أيضاً بإهمال من معروف، وركلة الجزاء المفروض كانت تحتسب ليه النادي الانتاج الحربي. طيب يلا نروح للي بعديه. إذن الحكم اللي ظلمني 4 أخطاء تحكيمية ظلمك في خطأ وجاملك في خطأ، يعني ما ظلمكش ربع ما ظلم النادي الأهلي. كده حكايتك الأولى طلعت في شنك. تعال بقى أقول لك أنا حكاية حقيقية تماما. فاكر أنت الحكم ياسر محمود اللي حكم لك ماتش الزمالك والمقاصة في 2011، واللي كان فيه طبعاً لمسة يد الشهيرة اللي أنتوا اغتلتوه إعلامياً بسببها لدرجة أنه أعلن اعتزاله التحكيم؟ الحكم اللي ظلم الزمالك اعتزل التحكيم يا جماعة، مش بس ما حكمش لمدة 2 ولا 3 بعد كده لصالح الزمالك، ده اعتزل. هو رجع بعد كده معتزله بس كده لحفظ ماء الوجه وحكم له ماتش كده حلاوه تروح في الماتش او الموسم اللي بعده، لكن طبعا الراجل ما قدرش يكمل بسبب الاغتيال الاعلامي اللي اتعرض له، ونتيجه لكده اعتزل، مش بس ما حكمش للزمالك زي ما انت بتتكلم عن حكم شريف رشوان اللي ما حكمش الاهلي لمده 2 بعد الماتش ده. الحكايه الثانيه بتتكلم عن لاعب اعتدى على سماعه فتم عقابه بعقوبة كبيرة وطالب البعض بترحيله، ثم لاعب آخر اعتدى على إنسان فتعاقب عقوبة أقل وطالب البعض برأس الإنسان. بص يا عفيفي، دي كده سماعة، لما أنا أعملها كده يبقى أنا رميت السماعة أو اعتديت حتى على السماعة، يعني أصلا ما سمعتش حد يقول اعتدى على السماعة دي أبدا يعني قبل كده، لكن في الآخر السماعة كده ما تكون مطلقة كده في الهواء الطلق، وأنا رميتها أو كسرتها أو عملت فيها أي حاجة يبقى أنا عملت كده في السماعة نفسها، لكن لما السماعة دي يكون لابسها إنسان وأنا أعتدي عليه وأخلعها منه غصب عنه، يبقى أنا كده اعتديت على الإنسان مش على السماعة. السماعة دي جزء منه ومن ملحقاته يعني،
بالتالي اللي عمله ساسي ده اعتداء صارخ على حكم المباراة. أما اللي عمله الشناوي مجرد بس إنه مسك ذراع الحكم، وعشان كده الموضوع ما فيهوش أي مشكلة ولا دي اعتداء ولا أي حاجة. عشان كده حتى لما لجت المسابقات عاقبت الشناوي حتى لو هي عقوبة ظالمة، قالوا سلوك غير رياضي، ما سموهوش أبدا اعتداء على الحكم، ووصف الحالتين مختلف تماما. وتعالى بقى أنا أقول لك حكاية ألطف وأصدق من حكايتك دي. أقول لك حكاية بتقول إن الشناوي اللي مسك ذراع الحكم والحكم ما عطوش أي حاجة، لا إنذار ولا طرد، لأنه شايف إن ده سلوك عادي وهو بس كان بيكلمه. بالتالي الحكم ما كتبش في أي حاجة في تقريره بغض النظر بقى عن أي حاجة اتقالت بعد كده. لكن نيجي بقى لحكاية ومقارنة تانية، رمضان صبحي في نفس الموسم في نفس المسابقة بنفس الأشخاص بنفس اللوائح ما تعاقبش بأي عقوبة رغم إنه قرر نفس الفعل. إذن الحكاية بقى هنا إنه نفس الفعل ما تطبقش عليه نفس العقوبة. إذن دي حكاية تكشف تماماً التناقض اللي حاصل من لجنة المسابقات وعقوبة ظالمة لكابتن محمد الشناوي، لأنه طبعاً رمضان لما عمل كده ما توقفش أبداً. أظن دي حكاية أصدق وكنا شايفينها وأصدق بكتير من حكاياتك الكاذبة. الحكاية الثالثة بتتكلم عن مكان خرج منه كلام يتحدث عن نادي موجود في الشرق الأوسط وربطه بشكل أو بآخر بدوري أبطال أوروبا. موقف آخر لشخص آخر قال كلام بيربط بين الزمالك وكاس العالم للأندية، أو هكذا انتشر الأمر. لا الصحفي تحقق ولا رئيس تحريره تحقق، والجميع نشر الخبر لأنه بيصب في المصلحة العليا، لأن الناس تنام مبسوطة. بغض النظر إن مصر كلها أصلاً عرفت الخبر اللي أنت بتتكلم عنه ده، يعني برضو حكايتك كلها كذب، لكن أنا مش هختلف معاك في إنه فعلاً الصحافة ما كانش عندها أي مهنية إنها تنشر خبر أو هو تصريح لخالد الغندور دون التأكد من صحته. دي غلطة مهنية كان لازم كمان يعتذروا عنها. لكن تعالى بقى أحكي لك حكاية حقيقية حصلت من زميل ليك في قناة نادي الزمالك، اللي قدم وثيقة أو فاكس ادعى إنه جاله من الفيفا، أو الفاكس ده جاء من الفيفا للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة كابتن عبده صالح الوحش، وقال إنه وصل له الفاكس ده لكنه تعمد إخفاؤه عشان يخلي الأهلي هو نادي القرن. ومش بس كده، ده جاب واحد كمان اللي هو طبعا كابتن فيكن، وقال له انه الوثيقه دي احنا نتحمل مسؤوليتها. المستند ده الفيفا الاتحاد الدولي لكره القدم بعته للاتحاد المصري لكره القدم سنه 2000 عشان يعلموا بان الزمالك على قمه الفرق الافريقيه بعدد بطولاته. الفاكس ده وصل للاتحاد المصري لكرة القدم سنة 2000. للرجوع سنة 2000 كان مين ساعتها رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم؟ جاء كابتن عبد صالح الوحش بالتعيين سنة 2000، ووصل كابتن عبد صالح الوحش هذا الفاكس الذي لم يظهر للنور بعدها بشهور. تم الإعلان عن من هو نادي القرن في أفريقيا. دكتور ارجع لحضرتك، يمكن معاك المستند ده، حضرتك ترجمه لي معلش. يعني المستند ده نحن نتحمل مسؤوليته يعني، لكن حضرتك انا هقراه من غير ما اتحمل مسؤوليته. طبعا ما اقدرش يعني حضرتك اقراه لان هو باللغه الانجليزيه. اتفضل. تفتكر واحد زي خالد الغندور هيقول له يتحمل مسؤوليتها الا وانه عارف ان ده كذب، وعارف ان احنا ردينا على الوثيقه دي قبل كده لما احد الصحفيين عرضها وكذبناه وقلنا انه دي وثيقه من موقع اسمه RSSSF وانه ده ملوش اي علاقه بالفيفا؟ عشان كده الغندور لما عرضها والف قصه يتهم فيها شخص متوفى وما احترمش ابدا الوفاه دي، واتكلم في ذمته وطعنه في يعني ذمته المهنيه عشان بس يجامل ناديه. ده شيء مش مهني ابدا، حصل من زميل لي في قناه الزمالك وانت ما قلتلوش عيب، ولا هو نفسه اعتذر عن الواقعه دي بقاله 6 شهور.
في قبل ما هو يطالب الصحافة للاعتذار عن تصريح كاذب يعتذر هو عن اتهامه لذمة شخص متوفى ملوش أي ذنب في اللي هو قاله. ده كابتن ياسر عبد الرؤوف، كابتن ياسر عبد الرؤوف هيقول عليها انها جول. ان هنا الهدف كان هناك مخالفه تسبق الهدف نتيجه القفز على الخط. ايه رايك بلاها ياسر بلاها ناصر، خد الحكم الانجليزي جلاجر اللي اكد على ان هدف النادي الاهلي في البنك الاهلي هدف صحيح ملغي. الحقيقه يا عفيفي حكاياتك كلها تشبه بعضها فعلا، لان كلها كذب وملهاش اي علاقه بالحقيقه. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، والسلام عليكم.